حاول قدر الإمكان نختصر. باثوفيزيولوجي مال الهارت فيلر هي ممكن بالباطنية تأخذوها بغير مكان، هي تعتمد على ستارلينج فورس أو برينسيبلز، واللي يتمثل لنا هي الكارديك أوتبوت، هو اللي راح يقل بسبب شنو، هو اللي هو الكارديك أوتبوت calculated as the product of the heart rate and stroke volume. هي كلها تعتمد على هاي المعادلة. clinical manifestation the cardinal signs يعني الساين الأساسية اللي نشوفها بالهارت فيل is tachycardia, tachycardia, cardiomegaly with usually with tender hepatomegaly. هذن الفور ساين مهمة in general كل heart failure. ذني الساين نلاقيها نشوف ان الهارت فيلر هو الكوز مالته، يعني تكيبنية، تكيكارديا، كارديوميغالي اند تندر هيباتوميغالي. الكلينيكال مانيفستيشن اور بيكتشرز ان انفانت تختلف عن التشيلدرن. عاده هي البرزنتيشن تجي بالانفانت كلها تتحدث عن، يعني يجون الشيف كومبلينت مالهم ديفيكولتي ان فيدينج بالإنفانت، يجون difficulty in feeding, بالإضافة أنه إذا compensated heart failure ممكن يجون poor growth or failure to thrive. فعادة هي feeding difficulties and poor growth gain and failure to thrive become dyspneic while sucking أو sweating يصير. بالsevere cases راح يجينا ممكن أوديما which is a general absent in infants and young children may be passed off as يعني شنو يقول لك، مجرد يعني يقول لك دكتور بالعكس هو ده يسمن ده يزيد وزنه، لكن هو بالحقيقه هو ادميتس. تكبنيه irritability weak crying and noise crying. critical ill infant may present with cardiogenic shock. بالسيفير كيسز هم يجون يا اما كارديوجينيك شوك سبسيز يعني لايك بيكتشرز بس مشوك وياها البيبي، فهو ممكن الكوز مالته هو هارت فيلر، لكن هو حقيقه الايرلي ساين ايرلي مانيفستيشن الانفانت هو الفيدنج ديفيكولتيز. اغلب الاطفال اللي نكتشف انه عندهم هارت فيلر هو فيدنج ديفيكولتيز، بعدين وراها تيجي بالاخير ممكن يجون اللي بعدها تجي ممكن ديزني يجون او يقول لك sweaty during the feeding. In children لا تختلف الوضعية، هم عادة يجون as in adult اللي هم عادة أما يجون fatigue and effort intolerance anorexia dyspnea edema cough، وممكن يجون abdominal symptoms اللي هم ممكن يجون مثلا nausea vomiting anorexia abdominal pain، أو بالsevere cases ممكن يجون cardiogenic shock. إذا نركز على هذا الموضوع، الأطفال الكلينيكال مانيفستيشن بالإنفانت عادة يجون feeding difficulties، بينما بالتشيلدرين هم يجون مثل الكبار اللي هي أناروكسيا فاتيك ديزني أديما كاف أبدومال ساين أو سيمبتومز. examination عادة من نجي نسوي examination نلاقي اللارج ليفر elevation in systemic venous pressures orthopnea and crepitation سيرون أديما كارديوميغالي، وممكن باللاجي القالوب ريذم، لأن كل شغلات كلينيكال يعني. القالوب ريذم is common when ventricular dilatations is advanced يعني بالsevere cases and the holosystolic murmur of mitral or tricuspid valves regurgitations may be heard. Because of heart failure كل age إلى causes معينة، بالفيتال أكو causes على الأقل واحد يحفظ له فد اثنين ثلاثة منهم، يعني ذن يجن كام سي كيو يطلع عليهم. بالبريماتشور نيونيت اكو كوزز، بالفول تيرم نيونيت كوزز، بالانفانت تودلر كوزز، وبالتشايلد والادلسنت هي نفسها اللي تكون بالادلت قريبة عنها هم كوزز. الدايجنوسيز قلنا الكارديك ديزيز عادة نعتمد على تشيست اكس راي اي سي جي والايكو. إن ذني الشيست إكس راي هو cardiac enlargement والpulmonary vascularity according to the cause، يعني إذا increase pulmonary hypertension في pulmonary vascularity راح تصير pleuric lung، إذا ال pulmonary hypertension decrease أو hypopulmonary tensions فممكن
يصير ديكريز بالبولمونري فاسكولاريتي فيسموها اوليجيميك لاين. اي سي جي راح نشوف هيلث اناليسيس ذا كوز اوف هارت فيلر، يعني ممكن ارثميا اند ايفالويتنج ذا ريثم ديس اوردرز بات داز نوت استابليش ذا دايجنوستس، يعني ما راح وصلنا للتشخيص، لكن ممكن اذا الارثميا مثلا واحد اس في تي وصار هارت فيلر فممكن نعرف انه الكوز مال هارت فيلر، لكن هو ما يوصلنا للدايجنوستس. ايكو هو اللي ستاندرد تكنيك فور اسيسينج ذا فنتريكولار فانكشن. اكو شيء مريض اخوكم يسموه ايجاكشن فراكشنز، هو اللي حدد لنا الديجري اوف، يعني تقرون ايكو اكو شيء مختصر يحطون اي اف، هذا معناته ايجاكشن فراكشن هو اللي حدد لنا الديجري، يعني مايلد مودريت سيفير هارت فيلر. تريتمنت مهم بالهارت فيلر، كلش مهم. بالعاده يجي كاسي، يعني جنرال ميجرز لازم ابو الهارت فيلر خاصه اذا يعني اكيوت اونست لازم ستريكت بيد ريست، اذا مثلا الارثميه، اذا مثلا مايوكاردايتس، لكن هو كهارت فيلر اون مانجمنت ما نحتاجه، يعني بس مجرد اول بدايته من عنده ديزنيه وتكبنيه ممكن نحتاجه زين، بس ستريكت بيد ريست ريدلي نيسيسري اكسبت ان اكستريم كيسز، اللي قلنا هي مثلا اول من شخص عنده مثلا الرثمية مثلا مايوكاردايتس، فنحتاج انه نعطي بيد ريست اما نصلح الكوز وممكن الدستر، يعني مو بالهارت فيلر نبقي 24 ساعه على المستشفى. سم اولتر بيشنتس فيلز بيتر سليبنج ان سيمي ابرايت بوزيشن، الوضعيه مال بيد ريست يعني السوباين بوزيشن مو دائما هي اللي تسوي امبروفمنت بالكونديشنز، وانما مثلا ابو الارثوبنيا لازم اخلي شنو يقول له سيمي ابرايت بوزيشن. For patients with pulmonary edema, positive pressure ventilations may be required along with other drugs therapy. One of the management of pulmonary edema هو الأكسجين والpositive pressure ventilation حتى نقلل الأديمة ونزيد الأوتو ساتوريشن. طبعاً الpositive pressure ventilation هو قبل ما معروف، كنا بس نسمع بالكتب أيام كورونا قلنا نعرف وبدينا نستخدمه، يعني بدي يصلنا للمستشفى عشان بس يذكر بالكتب. البيتا أغونيست such as دوبامين دوبيوتامين إبنفرين، هذا اللي عادة نستخدمهم لما يصير عندنا كارديوجينيك شوك، نستخدمها حتى يسوون فوليوم إكسباندر ونزيد الكونتراكتيليتي أوف ذا هارت، ونصعد البلد رجل طبعا. وراها نقلل الأفتر لود، زيدنا الكونتراكتيليتي لازم نقلل من الريزيستنس اجينست ذا هارت وورك اللي يسموه ريدوسينج ذا افتر لود او افتر لود ريدوسينج ايجنت سوتش از ذا انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتور اند انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. الدايت ابو الهارت فيلر هي كلش مهمه، لانه معناته يجون هارت فيلر وذ فيلر تو ثرايف، لازم اي شيء زود الكالوري ننطي هي حتى على الاقل انه نعوضه الميتابوليك ريت مالته اللي الديماند مالته نزيد الهيا. Infant with heart failure usually fails to thrive because of a combination of increased metabolic demands and decreased the calorie intakes. So need the increasing the daily calories. عادة احنا نستخدم high calorie formula. ما نزيد النمبر اوف فيدنج حتى ما يصير اوفرلود على الهارت، وانما ننطي بدل ما انه كل 1 اونس ب 20 كالوري، نشوف ان فورمولا عاده 24 كالوري بالاونس الواحد، فحتى نعوضه نفس الكميه ننطي لكن بطاقه اعلى. سيفيرلي ايل انفانتس كان سبلاي وذ انجي فيدنج، اللي ما عنده سيكينج او يتعب او يزرق وذ فيدنج او سيفير ديسنيا ما نتركه بدون فيدنج، نعوضه بالانجي فيدنج ونحسب له الفيدنج مالته. لو صوديوم فورمولا، هم اكو اكثر من كتب ينصحون انه نستخدم لو صوديوم فورمولا، لكن المتعارف عليه انه ما بيها بنفيت، فلذلك يسموها نو ادد سالت، يسموها احسن طريقه هو نو ادد سالت، يعني مجرد الفورمولا مالته تنطي ديلي ريكويرمنت، لا هي وذاوت سالت ولا هي اوفر سالت، نجي نو ادد سالت بس مجرد انه مضيع يعني نقص الصوديوم.
الدايرتكس، اهم دايرتكس ممكن نستخدمها هذا النيكولين حتى نقلل اللود على الفنتريكولار فانكشنز. اهم شيء عندنا الفروسومايد واللازكس، يعني الدوز مالته والهاي مو مهمه كلش، لكن هي اهم مصعب عليكم، هي 1 تو 2 ملغ بير كي جي. الالدكتون اللي هو من جروب سبايرين لاكتون، هو از انهيبيتورز اوف الدوستيرون اند انهانسينج بوتاسيوم ريتينشن، مهم عاده نستخدمه وكون كومبينيشن وذ لازكس او دايرتكس. ليش؟ لانه هذا بوتاسيوم سبيرنج ايجنت، وهذا والباقيات كلهن هن بوتاسيوم لوزينج ايجنت، فكلش نستخدم. احنا عاده نبدي بالمانجمنت اوف هارت فيلر دايرتكس، اول ما نبدي لازكس ونضيف فيها الدكتون ويا انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتر. هذا هيش كومبينيشن يزيد لنا الاجاكشن فراكشن، يقلل لنا التكبنيه، يقلل لنا التكيكارديا، ويقلل لنا الافتر لود. الدوزات مو شرط تحفظوها، لكن التسلسل مال استخدامهن مهم كدايرتكس. طبعا الثيازايت ما نستخدمه نهائيا، لان هو الاستخدام مالته اول شيء هو يبدي ورا الكاكشن، يبدي ورا ممكن ورا يومين ثلاثه، بالاضافه الى انه سايله مور سايد افكت. الديجوكسين كلش مهم، مع العلم احنا مو كلش نستخدمه هسه حاليا. The mainstay of the heart failure management in both children and adults is currently used least frequently. ليش؟ لأنه هو less side effects. العفو more side effects. As a result of introductions of the other therapies and the recognitions of its potential toxicity. اللي هو واحدة من side effects مالت electrical disturbance ويسوي لنا toxicity والرثمية. An initial effect is seen as early as زيب بيشتغل ورا 30 minutes after administration. طبعا هذا oral administration. Big effects for oral detoxing occur in big مالتا تحدث ورا 2 to 6 hours. When administered intravenously, the initial effect is seen. الإفكت مالتا نلاقي ورا 15 إلى 30 minutes. And the big effect مالتا نحصله بساعة إلى 4 ساعات. فلذلك إذا patient tired ننطي IV digitalization تدينا ورا 15 دقيقة، والبيك مالته تصير ورا ساعة. بينما إذا البيشنت well بس مجرد heart failure نبدو يا digitalization oral تصل البيك بساعتين إلى 6، والأكشن مالته 30 دقيقة. Rapid digitalization of infants and children may be carried out intravenously. والسبب عرفناه ليش، لأن تعتمد على الانست مالته والبيك مالته. The dose of digoxin as the follow. The dose of digoxin, أول شيء تقسم إلى oral أو تقسم إلى oral أو IV. The oral distillation dose is age dependent. تعتمد إذا هو، وثاني تقسيم تعتمد على أنه هل هو premature، هل هو full term infant newborn، أو هل هو infant or child. The dose مالت عادة 20 microgram per kg إذا premature. نزيد 10 طبعا 30، احنا نحسب 20 30 40. 20 مايكروغرام اذا بريماتشور، اذا فول تيرم نحسب 30 مايكروغرام بير كي جي، اذا انفانت اند تشيلدرن نقفل على ال 40 مايكروغرام بير كي جي. شلون نعطيها الدوز؟ نعطيها انه نقسمها نص الدوز، يعني نفرض واحد طفل بريماتشور وزنه كيلو، وزن كيلو راح يطلع له 20 مايكروغرام. نعطي نص الدوز at the time zero، في الوقت zero، يعني اول ما ابدي انطي مثلا الساعه بالوحده بالليل انطي نص الدوز اللي هي احنا قلنا 20 مايكروغرام لابو الكيلو، فننطي 10. بعدين ورا 12 ساعه ننطي ربع الدوز، يعني انطيت 10 تبقى عندي 10، ربع الدوز ايش قد هي من ال 20؟ 5. فجي هاي البقت هم أقسمها بالنص، تصير 5 ورا 12 ساعة، والربع اللي بقى بعد 12 ساعة اللخ، يعني أنطي بالوحدة بالليل أنطي، أو خلينا نقول ب 12 بالليل راح أنطي نص الجرعة اللي هي 20، أحسب 12 ساعة النوب أنطي ربع الجرعة ربع ال 20 اللي هو 5، وأحسب النوب 12 ساعة وأنطي الربع الثاني. بعدين أخلي على maintenance dose اللي هي نحسب 5 الى 10 مايكروغرام بير كي جي بير داي ديفايدد كل 12 ساعه، هاي ورا 12 ساعه من اخر دوز اللي انطيناها كديجيتاليزيشن، يعني تقريبا كل 12 ساعه انطي دوز.
بس نص الدوز اللي حسبتها البداية أنطيها بالتايم زيرو، ورا 12 ساعة أنطي ربعها، ورا 12 ساعة أنطي ربعها، ورا 12 ساعة أبدأ المينتنس. أربع خطوات بالديجيتاليزيشن مهمة هاي. The ECG must be closely monitored and the rhythm strip obtained before each of the three digitalization doses. يقول لك ما تنطي مثلا انت كل ما تريد تطي دوز لازم تخلي البيشنت على مونيتور، ولازم تشوف الريذم مالته الستريب مالته. اي تشينج بالريذم لازم توقف الديجيتاليزيشن. ديجوكسين should be discontinued if a new rhythm disturbance is not. الميلرينون is useful in treating patients with low cardiac output who are refractory to standard therapy. هذا newly diagnosed drugs لحد ما مستخدمي available بالRCU عادة يعني بغداد موجود. احنا هنا لحد أن ما يمكن مرة واحدة دزينا عليه مريض كان عنده cardiogenic shock انطيناه وكان كلش effective. هنا not available لأن newly diagnosed newly admitted ذكرناه حتى تعرفون شنو. بعد ما سوينا digitalization سوينا stabilization للpatient ضفنا له diuretics وهو مشت أموره صار مرحلة كرونيك نضيف له beta blocker. البيتا بلوكر مو كلهم يستخدمون، اكو سيلكتيف بيتا بلوكر نستخدمهم اللي هي عند الكاربيدولول والميتابرولول هن الوحيده اللي نستخدمهم. شي يسوون ذني هي امبروف ذا اكسرسايز انتوليرنس يعني تقلل الفاتيجابيلتي مالته، ديكريز ذا هوسبيتاليزيشنز اند ريديوس ذا اوفر اول مورتاليتي قللت لنا من المورتاليتي ريت اوف هارت فيلير. اذا ستابيلايزيشن وبيد ريست مو كلش دائما نحتاجه، الداي رتب له الداي طبعا، ونبدا طبعا هي الاسبقيه انه للديجيتاليزيشن نبدا ديجيتاليزيشن ونرتب الدايت هاي كالوري دايت ونضيف دايرتكس وممكن نستخدم اذا طبعا هو احنا الاكيوت والكرونيك يعتمد على ريفرسبل كوز اور ريفرسبل، يعني بيشنت اخذ فوليوم اوفرلود بالطوارئ ومشت له فلويد هوايه او يم برا مشت له فلويد هوايه وصار هارت فيلر اكيوت، مجرد انه قللنا البريلود عنه رجع الهارت رجعت الكونتراكتيليتي رجع الاجكشن فراكشن، هذا ما احتاج انطي بيتا بلوكر ما صار كرونيك هذا بس اكيوت. واحد صار ارثميا قبل ارثميا ورا 24 ساعه قبل اس بي تي اذا نوت كوركتد ممكن يدخل بهارت فيلر. احنا جينا طبعا هاي ريفرسبل هارت فيلر، جينا سوينا مانجمنت الهارت فيلر صلحنا الريذم مالته رجع للنورمال، هذا ما احتاج انه استخدم له بيتا بلوكر. لكن بيشنت وذ في اس دي او كونجنتال هارت ديزيز ونوت اوبريتد ودخل بالهارت فيلر، هذا ما اتوقع انه ورا شهر او ورا ساعه او ورا 10 ايام راح يصلح. هذا اللي ما يحضروا العمليه اللي ما تمشي اموره يعني اقل شيء راد الاشهر 4 5 6 اشهر خاصه هنا يم تطول للسنين، فهذا ممكن يحتاج الى اليوز اوف يعني يعتبر دخل بالكرونيك احضره الى لونج تيرم ثيرابي اللي هو وذ بيتا بلوكر. قصدي انه البيتا بلوكر هي مو من ضمن اللاين اوف مانجمنت اوف اكيوت هارت فيلر وانما باللونج تيرم ثيرابي، هذا القصد من الحكي كله. طبعا اكو تفاصيل اوسع للدوز والدراج اللي مستخدمه للتريتمنت اوف كونجستيف هارت فيلر للاطلاع اللي يريدها موجوده من سنة 21 وأكيد ولا واحد منكم رأيها. هذا بالنسبة لهارت فيلر. نجي للإنفكشوس. إنفكشوس عندنا بالنسبة فيما يخص محاضراتي ما أعرف الباقي نكمل وياكم أو لا، عندنا البارفو فيروس والدفثيريا اللي راح نتكلم عليها هسه مو كلش طويلة لكن مهمة بيها كمواضيع مهمة. الباربو فيروس انفكشن بي اكثر من فيروس او فاميلي، لكن احنا اللي يهمنا هو باربو فيروس العفو بي 19، هذا المهم لان هو هذا اللي كونكتد تو ذا هيومن بينج وكونكتد يعني اللي يسوي لنا الاريثيميتس اريثيما انفكتيوزم
and اللي هو the other name is the fifth disease. Epidemiology مالته كمان and occurs worldwide. عادة يصيب الأطفال بين 5 سنين إلى حد 15 سنة، لكن إحنا نشوفها حتى بسنتين ثلاث هسه حاليا موجود بين الأطفال حد 5 إلى 15 سنة، هو يعني بكتب مذكورة، لكن سنتين ثلاثة أربعة نشوف البيك مال تعالى تصير late winter and spring، يعني تقريبا هو الجو مالنا من شهرين إلى حد يعني الشهر إنه كله نشوفه موجود. هو عادة ينتقل by respiratory route also transmissible in the blood and blood droplets. عادة نشوفه أكثر شيء يصير بمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والجي 6 بي دي، هذول فين ياخذون بلاد وبلاد برودكتس لاقوا، فأكثر شيء يصير بيهم في ذلك من دوره، والبحوث كلها تشير انه يصابون بالبارفا فيروس، فصار من ضمن الروت اوف ترانسميشن. كلينيكال مانيفستيشن، التن الكلينيكال مانيفستيشن هي تيجي فلو لايك الناس بالإضافة إلى skin manifestation. راح نركز هنا على ال clinical manifestations. الفقرة الأولى بال skin manifestation اللي هي تبدي الراش اللي يسموها الريثيما انفكتيوزم، والريثيما انفكتيوزم تمر ب 3 stages. stage الأولى هي يسموها slab cheek appearance، إذا تبعون الصورة تشوفون بس طبعاً بير أورال clearance يعني موجود الريثيما الراش involve just the cheek فيسمى slab cheek appearance هاي stage 1. stage 2 طبعا ورا ما ممكن يصير resolution بال stage 1 او continuous with stage 2. الراش دي spread rapidly or concurrently to the trunks and proximal extremities as diffuse macular erythema. بعدين راح يتحول لنا هذا الراش او يكون وياه على الترانكس والابر اند لور لم. ستيج 3 او الفاينل ستيج بيصير سنترال كليرنس اوف ذا ماكيول اور ماكيولار ليجنز، يصير على شكل شبكه هذا الرش اللي صار، ما يصير هيك على ماكيولز، تبدي السنتر مالته يصير بيها كليرنس فتبقى بس الباوندريز مالته فيصير على شكل شبكه. هذا الستيج 3 مالت الريثيما انفكتيوزم، طبعا هي سبيسيفيك فور باربو فيروس. هذا الحكي ما يهمنا كله. الثاني مانيفستيشن وين راش هي الارثروباثي، ارثرايتس اند ارثرالجيا مي اوكير ان ايزوليشن اور وذ اذر سيمتومز، طبعا النسبه مالته كلش قليله فلذلك ما راح نجيبها. الفيميلز ار افكتد مور فريكونتلي ذان ميلز. الأرثرايتس مالتها رانج فروم دي ديفيوز بولي أرثرالجيا ويد مورنينج ستيفنس تو دي فرانك أرثرايتس. دي جوينت موست أوفن أفكتد آر دي هاند ريست ني أند أنكل، مشابهة للي أخذناها بالأرثرالجيا البارحة. آر سيلف ليمتينج آر ريزولف ويذين تو فور ويكس. طبعا من ضمن الباثوجينيسيس مال بيش مال البارفا فيروس انه يهاجم الارثروبويسيس، يعني يسوي ترانزيانت ابلاستيك كرايسيس، فلذلك البيشنت ممكن يجي وذ اكيوت انيميا مجرد فلو لايك النس وصار انيميا، لكن هي هذا تكون ترانزيانت الا اذا صار ملتيبل اور ريكرنس ممكن يصير كرونيك. Transient arrest of erythropoiesis and absolute reticulocytopenia يوقف معامل الار بي سي نهائيا induced by the parvovirus infection leads to sudden fall in the hemoglobin in individual with chronic hemolysis. هذول شافوا هم يعني اكثر شيء يصير بالدول جماعات الكرونيك هيموليسيس اللي هي السيكل سيلز ديزيز، يصير بالثلاسيميا والسيفيروسايتوسيس and pyruvate kinase deficiency. In contrast to children with erythema infectiosa only patients with AS crisis are out. The patient إذا بس erythema infectiosa without the aplastic crisis عادة يكون well، ياخذ فترة الفيروس infection وينتهي، لكن إذا صادفت ويا aplastic crisis في البيشنت راجينا كلش ill، fever, malaise, lethargy and
are signs and symptoms of profound anemia, including pallor, tachycardia, and tachypnea. مرحلة الشوك. Immunocompromised persons طبعاً هو أكثر عرضة. والنفس ستيشن مالته حتى يصير وياه ممكن thrombocytopenia ونيتروبينيا. Fetal infection من ضمن الكوزز اوف non-immune fetal hydrops fetalis طبعا هو البارو فيروس وممكن يجي as a picture of myocarditis. Differential diagnosis هي infectious كلها بالضافة الى rheumatoid, juvenile rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and serum sickness. Treatment كلها supportive. Diphtheria. Diphtheria is an acute toxic infection caused by Corynebacterium diphtheriae. Epidemiology مالته يعني مو كلش مهمة يعني واحد مجرد يقيها للطلاع. Clinical manifestations are the major respiratory tract diphtheria. The primary focus of infections was the tonsils. Target مال الدفتريات مالته يدي بالtonsils. فلذلك هم يسموه الخناق. ليش؟ لأن هو المكان بداية الانترنس of the air. لذلك ترجمة الدفتريا هي بالعربي الخناق. يضرب لنا عادة التونسلز or الفارنكس with the nose and the larynx, the next two most common sites. يعني لكن هو أول ما يبدي بالتونسلز وبالنوز بعدها أو باللارينكس. Incubation period مالت 2 إلى 4 أيام. Infections of the anterior nerves is most commonly the tonsillar and the pharyngeal diphtheria. TGK sore throat is the universal early symptoms. Only half of patients with fever and dysphagia, hoarseness, malaise, and headache, followed by unilateral or bilateral tonsillar membrane formation. طبعا هي هاي character, هاي picture characteristics for diphtheria. You see membrane formation على tonsils or pharynx. تصير عادة أوديما very around the tonsils with this is greenish to white or gray material. High typical pictures of diphtheria. هاي الأوديما اللي يصير عادة around the tonsils with enlargement of lymph node راح تنطي pictures يسموها البول نيك appearance. بالضبط مثل جماعه التيرنر سيندروم. صوره بس ما نزلتها. هاي الصوره يسموها البول نيك ابييرنس. ما اعرف واضحه ولا لا عمار. الو يا عمار. ايوه حضرتك. الدايجنوستس يعتمد على كلينيكال اكزامينيشن والهيستوري اوف كلينيكال اكزامينيشن اللي هي يدي فيبر فلولايك الناس هاربسنس نيك سوالينج ممكن لينف نود انفولفمنت. نيجي تونسلر اكزام راح يبين ان هذا الممبرين فهو هذا اكزامينيشن اوف او الدايجنوستس اوف ديفثيريا. مرات انه يحتاجون ناخذ سبيسمن فور كلتشر حتى يسوي ايزوليشن للديفثيريا. كومبليكيشن مو مهمه. التريتمنت مالته هو سبيسيفيك انتي توكسين از ذا مين ستينز ان ذا ثيرابي اند شود بي ادمنستر اون ذا بيزيس اوف ذا كلينيكال دايجنوستس. انتي مايكروبيال ثيرابي عاده هو يستخدمون هو طبعا البنسلين والاريثرومايسين والكليندامايسين والريفامبيسين والتراسايكلين. لكن هو ابروبيتد تريتمنت هم يستخدمون الاريثرومايسين وممكن كريستالين بنسلين يسمون بنسلين جي. البروجنوسيس مالته هو اللي طبعا بالفاكسينيتد بالفاكسينيشن يعتمد على الفاكسينيشن اميونيتي مال البيشنتس وهو جود بروجنوسيس. اذا عندنا ديفكت بالاميونيزيشن بالفاكسينيشن فيعتبر بور بروجنوسيس. غير هذا هو جود بروجنوسيس. Prevention هو بالimmunization DBT جماعته. آخر شيء عندنا هو الفيدينج. السلام عليكم.
Early feedings and nutrition are important in the origin of adults disease such as ليش الفيدنج مهم؟ لأن هو يدخل بال adult disease مثل الأسمة مثلاً type 2 diabetes ممكن hypertension obesity ممكن يدخل بيها. عندنا 2 type من الفيدنج اللي راح نركز عليه هو breast feeding والbottle feeding has documented short and long-term medical and neurodevelopmental advantage and rare contraindications. طبعا هذا WHO والامريكان اكاديمي الاي بي اي اي بي اللي هي امريكان اكاديمي اوف بيدياتريك والدبليو اتش او كلها ريكومندد ذات ذا انفانت شود بي اكسكلوسيفلي بريست فيد اور جيفن بريست ميلك فور 6 مانث. طبعا هسه بالجديد الريكومنديشن الجديده انه كان طبعا قبل سنه ونص بعدين طبعا قبل كانت اول بدايتها اكسكلوسيف بريست فيدنج الى حد الفطام بعدين سووها سنه ونص بعدين صارت سنه بعدين 6 اشهر هسه اخر ريكومنديشن للدبليو اتش او هي 4 مانث اول 4 مانث لازم اكسكلوسيف بريست فيدنج. شو وقت نوقف البريست فيدنج should be continued with the introductions of complementary foods. complementary يعني اللي نبدي نوكل الطفل for 1 year or longer as mutually desired by the mothers and infant. ما دام الطفل ياخذ البريست فيدنج نستمر او ما دام الام ما عندها مشكله نستمر. absolute and relative contraindication to breastfeeding because of maternal health conditions. هاي مهمه تحفظوها. اكو absolute contraindication اكو absolute contraindication اكو relative contraindication هاي تحفظوها. اكو patterns of the milk supply يعني مرات يجونا امهات او الاهل يقولون دكتور امه ما بيها حليب اول يوم او اول ساعه. لازم تعرف انت الباترن اوف ذا ميلك سبلاي مال البريست ميلك. طبعا سبلاي انت توضح لهم تقول لهم يابا البريست ميلك يمر باول 6 مراحل اول 6 ايام عفوا اول 4 ايام 6 مراحل اللي هن شنو الدي 1 سم ميلك شيء قليل يمكن ما يطلع 5 سي سي. يقول لك دكتور ما بيها حليب. يقول لهم لا ننتظر ما عندنا شيء. اول يوم هاي هو الطبيعي الدب فيو سي سي. داي 2 تو 4 تبدي اللاكتوجينيسيس اللي هي الميلك برودكشن انكريزز يبدي يزداد يبدي ينزل الميلك. بالداي 5 الميلك بريزنت فولنس بالعكس يعني البريست يكون فولنس اند ليكينج ار فيلد. باليوم الخامس هو يبدي يصير بي ليكينج. بالداي 6 onward breast should be feels empty after feeding. يعني كل ما يعني ننطي فيدنج وراء اول ابدي فيدنج كل ما نسوي examination للبريست القى empty after each feed. نجي conditions for which human milk may have protective effects. الحالات اللي من ياخذ البيبي اللي with breast milk breast feed هذيك هاي ينطي protection against the following condition اللي هي diarrhea otitis media UTI necrotizing enterocolitis septicemia infant botulism. هذا ال 15 هم مهمه واحد يعرفها ممكن as MCQ or short essay. اعتقد هاي تفيدكم بالعملي اكثر من النظري. هي ريكومند Foundation of breastfeeding management for healthy term infant. Exclusive breastfeeding for about 6 months. احنا عادة يا باش قد ابقى بالرضاعة نقول لازم اقل شيء اول 6 شهور هي exclusive breastfeeding. Breastfeeding preferred alternatively expressed mother milk. اذا كبديل اليه ممكن ان نسحب الميلك mother's milk او نستخدم الدونر بريست ميلك. اكو دونر اكو بانك شلون اكو مصارف دم اكو بالمقابل اكو بريست ميلك بانك يسموه. هم الدونر يتبرعون اكو يبيعون البريست ميلك ويخلوه ممكن واحد يشتري البريست ميلك وينطي لاطفاله. continue for at least the first years and beyond as long as
desired by the mother. إذا الأم موافقة ما عندها مشكلة مرضية أو اجتماعية ممكن احنا نوصيها ما نقولها أول ست شهور نتحول نطفرها نستغل الموضوع ونطفرها إلى first year. Complimentary foods دائما السؤال يسألوكم مش وقت نبدي نوكل الطفل. Ideally should we start the complementary foods rich in iron, اللي هو بال iron and other micronutrients, الزنك, الفوليك, الB12, شو وقت at the 6 months of age. حقيقة الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريك يقول لك ممكن بالأربع أو نص صفر أربعة أشهر ونص ممكن نبدي فيدينج شلون نعلم الأمهاية دارك سكين تو سكين كوفرز يعني ممكن فيها بالافلام انه الافتر ديليفري البيبي شود بي يعني بريست تو سكين تو سكين كونتاكت هذا كله يسوي لنا اول شيء هو يسوي لنا وورمنج للبيبي سكين تو سكين بالاضافه انه يسوي ستيميليشن فور ميلك برودكشن ثاني شيء ديلي روتين بروسيجرز مثلا يقول لك الروتين يعني ما اخذها والله خلوا اروح اوزنه او نغسله او نسحب له بلاد تيست او نعطي فاكسينيشن او نعطي ايبروفلاكسيس انت افتر ذا فيرست فيدنج از كومبليتد نخليه بحضن امه الما اول فيرست فيدنج از كومبليتد الما يكمل الفيدنج مالته يعني ما نبدل فيدنج بني الشغلات على الفيدنج الفيدنج ابدا delay in administrations of intramuscular vitamin K until after the first feeding is completed but within the 6 hours يعني ناخذ اول 6 ساعات بوست ديليفري ندي له فيدنج قبل ما تنتهي 6 ساعات اذا ما نو سكسسفل فيدنج نروح نعطي الفيتامين كي فلذلك انعزلت عن النقطه اللي قبلها الفيتامين كي كلش بنفيت من انترا ماسكولار انجكشن اوف فيتامين كي تو بريفنت ذا هيموريج ديزيز اوف ذا نيوبورن اف دي جيفن ذا فيرست 6 اوف لايف انشور ذات 8 تو 10 فيدنج ات ذا بريست افري 24 ساعه ايش قد الى بريست فيدنج مرات الأهل يسألون كم رضع أنطيه أنا عادة نقول لهم إذا ماكو كومبليكيشن ماكو ريجارد نقدر ننطي on desire لكن هو ideally should be 8 to 12 feedings at the breastfeeding every 24 hours give no supplements water or glucose water or commercials infant formula or other fluids to breastfeeding a newborn. طبعا احنا اول 6 شهور اول من قبل ما نبدا في الكومبلمنتري فيدنج ما نعطي لا ووتر ولا جلوكوز ووتر ولا اي فورمولا اذرز اذر دان ذا بريست فيدنج. Avoid routine pacifier use in the postpartum period. عاده الباسيفير اكو هوايه ترويج واكو هواية يقول لك ممكن تستخدمها اول 3 الى او 4 5 6 شهور. لكن إذا breast feeding لا تستخدم الباسيفير يوز أبد نهائيا ليش لأن ممكن الطفل يتعود عليها ويترك breast feeding began daily oral vitamin K day D ننطي طبعا breast feeding نبدي oral vitamin D drops 400 international units at the hospital discharge من يطلع رأسا نوصف له vitamin D 400 international units نوضح للأم للمذر إنه يابا راح يصير عندنا weight loss بنسبة 7-10% from birth weight وهذا normal بالبيبي عادة هذا أول أسبوع مو سبب إنه لين بس breast feeding. The mothers and infants should sleep in approximately to each other to facilitate the breastfeeding pacifier not earlier than 3-4 weeks of age and after breastfeeding has been established. لازم نبدي 3-4 أسابيع breast feeding ياخذ breast feeding يلا ممكن وراها ننطي الباسيفير باسيفير معناتها اللحاية هذا من common complaints of the mothers with breast feeding أكو مشاكل تصير ولا breast
سنين. هذا اللي مطلوبات منكم تعداد، لكن هي أنا خليتها لأن هي مشاكل تنسألون عليها حتى تعرفون. يعني عادة أنت تأخذ هيستوري الأمة تسألك أو أحد من الأقارب يسألكم، فممكن يستفادوا منها. هذا اللي مجرد تعداد، يعني إذا واحد طلع عليها nipple pain, engorgements, mastitis, inadequate milk intake والجوندس، يسألوك هل أكو علاقة بين الجوندس والبريست ميلك؟ لازم تعرف أن العلاقة هي benign condition, benign relation اللي هي breast feed جوندس والبريست ميلك جوندس، ومفروض تأخذوها بموضوع الجوندس، لكن أنا ذكرتها حتى تعرفوها. يعني لأن هواي أنا بالعادة أنسى، يعني أصدقائي ولا دكتور حليب الأم صدق يسوى بصفار، فهالإجابة هنا موجودة في هذين الكم سطر. اكو فتشي يسموه، احنا مو قلنا اكو الدونر بريست ميلك او يسموه بريست ميلك بانك، فشلون نحفظ البريست ميلك؟ يعني احنا عندنا هسه بالاسبتيك الخدج الجوي اكو عندنا كان قبل عن التداوم كان موجود سوينا بانك فور بريست ميلك، الامايه نقول هالطفل هو موجود مح على هالمايه من نقول لهم يابا اسحبوا حليب الام وجيبوه. اكو طرق انه حتى نسحب حليب الام. The pumping of breast milk is the common practice when the mother and the baby are separated. من هم مفصولين. Glass or plastic. أول شيء لازم الزجاجية أو plastic containers should be used to collect the milks and the milk should be refrigerated. نحطه بالثلاجة طبعاً. And then used within 48 ساعة. Refrigerate يعني مو يتجمد، بس مجرد يبرد. ممكن تستخدمه بال 48 ساعة. نحطه بالثلاجة ونستخدمه 48 ساعة. بعد 48 ساعة ما يخدمنا. هاي إذا بس بالثلاجة. يقول لك breast milk can be frozen in jemde and used for up to 6 months. إذا جمدنا ممكن خلال 6 شهور نستخدمه، يظل مضمون 6 شهور، لكن إذا بس بردنا يستخدم 48 ساعة. يقول لك الملك من نريد نطلع should be thawed thawed rapidly by the holding under running tepid water. نحطه جوا الحنفية مي فاتر، لا هو حار ولا هو بارد. And used completely within 24 ساعة after thawing بعد الذوبان. لكن avoid الشغلة التالية هي الملك should never be microwave. لا المنمية ولا البريست ميلك مستحيل المايكروويف. يعني إذا هي مستحيل خليها تدفيها بالمايكروويف، دير بالكم تروح كل قيمتها، وبالإضافة ممكن تحرق الطفل وانت ما تحس بيها. شلون نسوي assessment of adequacy of the exclusive breastfeeding؟ هو من خلال هذا بالعمل كلكم تنسألون عليه، من خلال الweight gain، من خلال أربع إلى نسأل history هل هناك أربع إلى ست حفاضات رطبة باليوم، وهو هل أكو normal passage of the stool per day اللي هي ممكن مرة باليوم أو كل ثلاثة أيام مرة، the happiness and the sleepiness after feeding. هذا اللي كلهم يسموه الادكويسي of the exclusive breastfeeding. Formula feeding، هذا اني الفورمولا feeding care أهم مهمة تطلعون عليها. أكو شيء يسموه goat milk. Goat milk is sometimes given in places of formula although this is not recommended where it has been shown to cause significant electrolyte disturbance and anemia because it is low folic acid concentrations. Type of formula feeding لازم تعرفون عليها. المرات بالهستري يقول لك فد فلان حليب انت ما تعرفه، لان تطلع عليهن. Formula feeding calculations هاي مهمة. كل ما تحسب حتى الفورمولا نقصد البوتل فيدنج. شلون نحسبها؟ always remember calculate the requirement depend on the expected weight. يعني من اقول لك احسب لي الطفل ايش قد احتاج لهذا، لازم تعرف ايش قد الايج مالته، تطلع ايش قد الاكسبكتد وتحسب. ما تحسب لي على الوزن اللي اعطيك اياه اني. مثلا طفل عمره 9 اشهر وقلت لك وزنه 6 اشهر، ببال اول شيء تحسب هل هي 6 اشهر مطابقه لعمره؟ اذا مطابقه اوكي، اذا الاكسبكتد يساوي لنا الاكتوال وانطيه. لكن اذا اقل طلعت، فانا ما ادوخ نفسي قبل اطلع له الاكسبكتد واحسب له. وطبعا each one scoop يعني الخاشوق اللي بالقوطية to each one ounce of water. الأونس مال هي الرقم مال الممة.
والكل أونس تذكر ذن الأرقام ممنوع تنساهن، اللي هو كل وان أونس يساوي لنا 30 سي سي، يساوي لنا 20 كيلو كالوري، يساوي لنا 4 جرام. وبالعملية تعرفون من ناخذكم سيشن عملي إن شاء الله، أو أخذناكم وضحنا لكم شنو الفائدة من كل رقم من عدهن. ولازم تعرف هذا الحكي كله بالكالكوليشن، لازم تعرف أنه أول 10 كيلوات بير كي جي تطلب لنا نحسب لها 100 كيلو كالوري، الثانية 50 والثالثة 20 وبعض الكتب تقول 25. كومبليمنتري فيدينج، البارت الثالثة من الفيدينج اللي هو production of complementary feeding، اللي نضيفه هي المواد اللي نضيفها عادة قلنا تبدي بالست شهور، وقلنا أكو كتب يقول لك ممكن تضيفها بال 4.5. هذا الويلينج من نبدي ويلينج، لازم شلون نبدي ويلينج، شقد الايج مالته. الويلينج طبعا هو الويلينج مو الفطام، نقصد بيه الويلينج هو نبدي انتروديوس اوف فيدينج، مثلا بوتل فيدينج يعني من نغير من مثلا بريست فيدينج ونضيف وياه بوتل فيدينج، او هو بوتل فيدينج بدينا نضيف وياه كومبلمنتري فيدينج والفيجيتيرينيان، يعني مهم نوعا ما. شكرا جزيلا، خلصت وياكم ان شاء الله. هذا اللي سواه الدكتور. ويدك عمار، احد عنده سؤال؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله. ممنون دكتور، تسلم. الله يسلمك، شكرا لحضوركم. يا دكتور.